جريس بدات بدا تحضيراته قبل لقاوه في القفصه عمل الكاستينج باي في بدايه الموسم حضر الفريق كما يجب يلعب مباريات بديه كثيره بينما وقف القفصه على علمي لما مسكت الفريق الاسبوع هذا انه التحضيرات نتاعهم ما كانتش كانت متقطعه جدا انتداباتك شفتوه انتدابات ما في قيمه الناسيونال ا آه وقيمه القوافل آه جيت مسكت الفريق نتحمل مسؤوليتي لاني يعني نعرف ان ولد القوافل و... 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 ولكن نلقى نلقى اليوم انا بدي تفاجات بمستوى بعض اللاعبين اذا كان نقول الاغلبيه آه... زيد منع من الانتداب اللي كنا عندنا باش نجيبوا صديق الماجري رامي جريدي كحارس وهيثم المسعي بيفو هذوك يعاونونا برشا مالوريزمون المنع من الانتداب خلانا زاد عرق عرقلنا وكتفنا يدينا لكن الفريق هذا يلزم يلزم حلول عاجله يلزم حلول عاجله نقعد مع الرئيس ونحكي ويلزم حلول عاجله لترميم الامور سينون الفريق بمستوى هذا ما ما عليك ما عندنا ونمشي في الاجتماع الفني ركزت على اللونتام دو ماتش لكن تقبل هدف اثر هجمه مركزه اثر عمليه مركزه من الفريق المنافس اما تقبل هدف اثر ثلاثه اهداف اللي قبلناها مثل اخطاء فرديه يعني ما يتعملوش عندي انا ديفونسور في الناسيونال اه اللي انترديد فردي دي فوت مش مش مقبوله بالمره دونك انا قلت لك معنا ممكن هذاك الافكتيف اللي لقيته وذاك الموجود حاولنا البنك شفتوا فارق عندي على سته من الاسبوار آه مثال ما عندهمش الخبره آه يزمنا نشوفوا حلول عاجله الافكتيف هذا ما ماهوش قادر انه يمشي لبعيد وانه لانه في الجمعيه كبيره جمعيه عريقه آه، الصي... آه، الحقيقه يوجع الشيء اللي قاعد يصير يصير حاليا بال... في الظروف هذه